طبعا كل التوفيق لمنتخبنا القومي، وان شاء الله نأدي مباراتين ان شاء الله على اعلى مستوى، وانا واثق من ده. يعني الحمد لله السكواد اللي اتقال او الفرقه اللي اتقالت كلهم على اعلى مستوى، على المستوى البدني، على المستوى النفسي، على المستوى كمان التكتيكي. احنا عندنا لعيبه كبيره جدا، عندنا منتخب قوي، ان شاء الله باذن الله نمر بس من عنق الزجاجه ديت ونتفرج على كوره حلوه ان شاء الله. طيب تعالوا نروح مع بعض بقى لاخبارنا العالميه، هنبداها من ريال مدريد طبعا. وكره القدم الاسبانيه عاشت ليله حزينه جدا بعد اعلان وفاه خوان كروز سول. خوان كروز سول ده طبعا احد اساطير النادي الملكي، على لعب تقريبا 5 سنين في ريال مدريد من سنه 75 لسنه 80، كمان فالنسيا، شارك في فالنسيا على مستوى 12 سنه، وكان احد لاعبي المنتخب الاسباني لسنوات طويله. طبعا توفى عن عمر 73 سنه بعد رحله زي ما اتكلمت مليئه بالالقاب والكؤوس. تعالوا مع بعض نشوف تقرير عن وفاة هذه الأسطورة، أسطورة ريال مدريد وكمان فالنسيا، ونرجع نكمل أخبارنا في البيت الكبير. ليلة حزينة يعيشها نادي ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية بعد إعلان وفاة خوان كروز سول، أحد أساطير النادي الملكي ومنتخب إسبانيا، عن عمر ناهز 73 عاما بعد رحلة مليئة بالألقاب والكؤوس. وقال بيان لنادي ريال مدريد: يعرب النادي ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة خوان كروز سول، الذي دافع عن قميصنا بين عامي 1975 و1980. توج سول مع ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني 4 مرات وكأس إسبانيا 1، كما زاد حصيلته من الألقاب بقميص فالنسيا الإسباني الذي قاده للتتويج بكأس الكؤوس الأوروبية 1، وكأس السوبر الأوروبي 1، والليغا 1، وكأس إسبانيا 1، كما لعب مع المنتخب الإسباني 28 مباراة.